صباح سيداتي وسادتي من تلفزيون السودان، نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. رئيس مجلس سيادة الانتقالية يتفقد الأحوال الأمنية بمدينة دونغولا ويجتمع بمجلس الوزراء. وزير الصحة يدشن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وزير الداخلية يدشن الربط الشبكي بين قوات الجمارك والإدارة العامة للمرور. أهلا بكم. وقف رئيس مجلس سيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على الأحوال الأمنية بمدينة دونغولا، واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح مفصل حول مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية. وقال والي الولاية عبدين عوض الله إن زيارة رئيس مجلس السيادة تجيء في إطار زياراته الميدانية الراتبة للولايات للاطمئنان على سير الأحوال الأمنية والأوضاع المعيشية للمواطنين. سعادة الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في زيارة للولاية الشمالية امتدت ليومين، يوم أمس كان في محلية مروي واليوم في محلية دونغولا. التقينا خلاله عبر لجنة أمن الولاية، أديناه تنوير أمني متكامل عن الوضع الأمني في الولاية الشمالية وهدوء الأحوال الأمنية بحمد الله سبحانه وتعالى والمجهودات المبذولة من قبل لجنة أمن الولاية. وقد أشاد سعادته بالترتيبات الجارية بدور المقاومة الشعبية بالعمل في كافة مناحي الحياة من النواحي الأمنية، مراقبة الحدود، مراقبة الحركات القادمة، تسليح المستنفرين، التدريب، الكتائب الاستراتيجية، كل ذلك وقف عليه تفصيليا بحمد الله سبحانه وتعالى وقد أشاد بذلك. كذلك وقف على تنوير عن الجهاز التنفيذي حول الترتيبات الجارية وسير الأداء بحمد الله سبحانه وتعالى، بدءا بالزراعة والتي تشكل هاجس أساسي، وكانت إنتاجية الفدان متوسطة حوالي 21 جوال من جملة المزروع 120 ألف فدان، وتبشر بإنتاجية عالية جدا جدا لمسلم القمح في هذا العام. دشن وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة معاش خليل باشا السيرين بمباني رئاسة قوات الجمارك شهادة ورد المركبات بنسختها الجديدة والربط الشبكي بين قوات الجمارك والإدارة العامة للمرور بحضور الفريق شرطة حقوقي خالد حسام محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك واللواء شرطة حقوقي دكتور سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور واللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية. وأكد الوزير اهتمام وزارة الداخلية بترقية وتطوير إجراءات ومعاملات المواطنين المرورية والجمركية وفق أحدث البرامج التقنية، مبينا أن تدشين شهادة ورد المركبات تأتي بهدف تجويد العمل ومواكبة ثورة المعلومات، مضيفا أن شهادة ورد المركبات بنسختها الجديدة ستكون متاحة للمواطنين بالنافذة الموحدة بمكاتب الجمارك بولاية البحر الأحمر ومكاتب الجمارك بالولايات. تدشين الربط الشبكي والتكاملي لشهادة الوارد بين قوات الجمارك والإدارة العامة للمرور، كان هذا الأمر بتكليف وتشكيل لجنة من السيد الوزير بدراسة هذا الربط، موضوع هذا الربط بعد اندلاع الحرب في 15/4 ولتلافي كل الإشكالات وتداعيات الحرب التي أفقدت البلاد كثير جدا من المستندات والأجهزة و الربط الكامل موجود. أن أي مواطن لديه مركبة جديدة يحمل شهادة وارد عليه التوجه لكافة النوافذ في ولايات السودان لترخيص مركباتهم إن شاء الله. وحقيقة نحن يعني في هذه المراكز قواتنا في المرور تتواجد لراحة المواطن الكريم لترخيص مركباتهم، وأيضا الولايات المتأثرة بالحرب برضو ننوه المواطنين بإن كان لديهم مركبات جديدة لم ترخص من قبل وتحمل شهادة وارد أيضا عليهم
الذهاب لكل المراكز المنتشرة في كل الولايات الآمنة إن شاء الله. كما التقى وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة معاش خليل باشا سيرين وفد قبائل الحلنجة بولاية كسلة برئاسة الناظر مراد جعفر ناظر عموم قبائل الحلنجة، وجدد الوفد دعمه وإسناده للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمستنفرين ضد الميليشيا المتمردة، وطالب بمراجعة وتقنين الهوية ومعالجة اللجوء بالمنطقة والعمل على تأمين ومراقبة المعابر الحدودية للحد من عمليات التهريب. كشفت وزارة الصحة عن انطلاقة مشروع صيانة مستشفى بورسودان التعليمي بدعم من الاتحاد الأوروبي وإشراف من منظمة الصحة العالمية بتكلفة بلغت 460 ألف دولار، فيما دشن الوزير دكتور هيثم محمد إبراهيم وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان دكتور شبلي صحباني استلام المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة 20 مليون يورو. وقال الوزير لدى تدشينه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان إن المنحة مخصصة لعدد 6 ولايات كمرحلة أولى. من جانبه كشف ممثل الصحة العالمية دكتور شبلي أن المنحة تأتي في إطار البرنامج المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي وسيكتمل الدعم لبقية الولايات في المراحل القادمة. سعيدين اليوم باستلام المنحة المقدمة من منظمة الصحة العالمية بدعم كريم من البنك الدولي. المنحة جاءت في وقتها تماما، حيث تعاني الولاية ضغطا متزايدا من الطلب على الخدمات الطبية بجميع المستشفيات الرئيسية، خاصة مستشفيات الحوادث والطوارئ، مستشفى الأطفال، مستشفى النساء والتوليد. بحمد الله سيتم دعم هذه المستشفيات بأجهزة ومعدات طبية تساعد في مواجهة هذا التزايد في الطلب على الخدمات الصحية. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد مالك عجار إير بمكتبه بوزير الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبد القادر، وبحث اللقاء موقف الآثار في السودان والمتاحف المعرضة للمخاطر والإجراءات التي اتخذت لتأمين المقتنيات في العديد من المتاحف، حيث أشاد نائب رئيس مجلس السيادة بما تم من إنجازات في هذا الصدد. موقف الآثار في السودان وخاصة المتاحف التي كانت معرضة للمخاطر وتم تأمين المقتنيات المتحفية، سواء كان ذلك في المتاحف الموجودة في ولايات نهر النيل والشمالية ومتحف شيكان في الأبيض وأيضا متحف سنار، التأمين الذي تم فيه للمقتنيات الأثرية وكذلك ما تعرضت لها هذه المتاحف في ولاية الخرطوم، والدراسات والورش التي انعقدت بجهد الهيئة العامة للآثار والمتاحف واللجان التي تكونت والتعاون المثمر ما بين الهيئة العامة للآثار والمتاحف واليونسكو، وهذا العمل المشترك ومخرجات هذا العمل للفترة الآنية والفترة المقبلة مع بعد الحرب. هنالك أيضا التقييم تم بجهد كل العاملين في الآثار والوزارة، وتكاملت هذه الجهود بالتقييم كلي لما تعرضت له الآثار في السودان، سواء كان من ناحية المتاحف أو من ناحية إعادة العرض أو من ناحية الصيانة والترميم. على صعيد آخر، ترأس وزير الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبد القادر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الرابع، حيث ناقش الاجتماع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون تشجيع الاستثمار. الرابع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية، وتم فيه تقديم موضوعين في جدول أعمال هذا الاجتماع: مشروع قانون تشجيع الاستثمار تعديل 2024 تقديم السيدة وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تقديم السيدة وكيل وزارة العدل. وتم التداول والحوار حول قانون تشجيع الاستثمار، تحدث في هذا الأمر أكثر من 14 متداخل من السادة الوكلاء والخبراء، وتمت إثارة أكثر من 37 نقطة حول هذا الموضوع، ولذلك تم إرجاء هذا القانون لتكوين لجنة مختصة لدراسة هذا القانون
وإجراء التعديلات والتصويبات وكل ما يمكن أن يحقق المطلوب من هذا القانون لاستقطاب الاستثمار ولجعله أيضا متاحا وميسورا لخدمة الاستثمار في البلاد. قانون الإجراءات الجنائية احتوى على موضوعين أساسيين تم التداول حولهما وتمت الإجازة، وبالتالي نعتقد أنه يتم رفع هذا القانون للجهات العليا المختصة في مجلس الوزراء، ومن ثم بعد ذلك مجلس السيادة ومجلس الوزراء للإجازة النهائية. وأعتقد أنه التعامل مع الإجراءات القانونية في ظل المطلوبات الآنية والمستقبلية يتطلب منا تضافر الجهود وإجراء التنسيق المطلوب لبلوغ الهدف المنشود، وهو استقرار وبناء السودان اقتصاديا واجتماعيا. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن ذهب اهتمامه بتوفيق أوضاع طلاب مؤسسات التعليم العالي المتضررين من الحرب، ووجه مديري الجامعات الحكومية والخاصة بالعمل على تسيير إجراءات قبول وتحويل الطلاب. جاء ذلك لدى لقائه ببورسودان وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كورتكيلا، وبحث اللقاء مجمل قضايا ومعوقات سير العملية التعليمية وإسكان الطلاب، وطلب وزير التعليم العالي الإدارة العامة بالقبول بربط جميع مؤسسات التعليم العالي بالنظام الإلكتروني. من جانبه أكد وزير الحكم الاتحادي اهتمام الدولة بقضايا التعليم العالي وبذل المزيد من الجهود من أجل الاستقرار الأكاديمي. شارك السودان برئاسة وزير الزراعة والغابات المكلف دكتور أبو بكر عمر البشرى في اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القحلة بالمملكة العربية السعودية. وأشار البشرى إلى الجهود التي يقوم بها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة في السودان في تنمية وتطوير القطاع الزراعي ودعمهم الغير محدود في إعداد وتنفيذ برامج مشروعات التعاون العربي المشترك، فيما أعلنت الجمعية العمومية انتخاب السعودية ممثلة في المهندس عبد الرحمن عبد المحسن وزير الزراعة والبيئة السعودي رئيسا للجمعية العمومية في دورتها 37 خلفا للسيد القيصر وزير الزراعة ورئيس الجمعية العمومية خلال دورتها 36، وانتخاب تونس ممثلة في اللواء عبد المنعم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي رئيسا للمجلس التنفيذي، وتم التجديد للسيد دكتور نصر الدين العبيد المدير الحالي لدورة جديدة بالإجماع. أهلا بكم. وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سفير الزين إبراهيم سفيرا فوق العادة ومفوض لجمهورية السودان لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وكان في استقباله بالمطار طاقم السفارة السودانية بأديس وممثل وزارة الخارجية الإثيوبية وعدد من السفراء العرب والأفارقة. ورحب ممثل وزارة الخارجية بسفير السودان الجديد وأكد متانة العلاقات الإثيوبية السودانية. وقدمت عميدة السلك الدبلوماسي العربي سفيرة المملكة المغربية بأديس أبابا نزيها علوي ترحيبها بالسفير نيابة عن السفراء العرب والأفارقة المشاركين في الاستقبال. من جهته أشاد سفير السودان بالاستقبال مبينا أنه يؤكد متانة العلاقات التي تربط البلدين. أكد سفير دولة الكويت الشقيقة معالي الدكتور فهد مشاري الظفيري متانة العلاقات السودانية الكويتية في العديد من المجالات. جاء ذلك لدى لقائه والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، وتناول لقاءه أوجه التعاون المشترك بين البلدين عبر مشروعات صحية وتعليمية. جملة من البرامج والمناشط تقوم بها حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، الذي التقى سفير دولة الكويت بمكتبه معالي الدكتور فهد مشاري الظفيري، وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين سفارة الكويت بالسودان وولاية البحر الأحمر إلى جانب مجال الخدمات الصحية والتعليمية. المساعدات الغذائية والدوائية والطبية والمستلزمات الطبية إلى 18 طائرة كويتية، هذا يعني غيظ من فيض إن شاء الله. بحثت مع سعادة الوالي التعاون في أو بحث القطاع الصحي والتعليمي،
تعرفون الآن في بداية العام الدراسي والمدارس بحاجة إلى معدات ومستلزمات. وعدنا سعادة الوالي أن نبحث هذه المسألة في الكويت ونقدم ما نستطيع من أجل العام الدراسي للمدارس في الولاية. أما القطاع الصحي فسنقوم بجولة في المستشفيات والمراكز الصحية في السودان بشكل عام وفي الولاية بشكل خاص. كما التقى الوالي المبعوث الخاص للغرن الأفريقي السفير سيلفان إستر، وناقش اللقاء جملة من الموضوعات أهمها الحرب الدائرة بالبلاد والوضع الإنساني للمتأثرين بالحرب. Of the Red Sea State, it's اليوم كان في لقاء مع السيد الوالي والي ولاية البحر الأحمر، تطرق اللقاء إلى نقاط مهمة وهي بما يجري بصورة عامة في السودان من أحداث. وهذه ليست زيارة الأولى إلى بورسودان، ولكنني أتيت عدة مرات لبورسودان، ولكنها كانت بالنسبة لي المرة الأولى التي ألتقي بها السيد الوالي، فأتيت لإلقاء التحية وكذلك للنقاش بما يحدث من أحداث بصورة عامة في السودان. من ناحية أخرى، التقى والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور ناظر عموم قبائل الحلنجة الناظر مراد جعفر علي شكيلاي، الذين أكدوا دعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة إلى جانب مشروعات حكومة ولاية البحر الأحمر. إن إلا نقول يعني قد وجدنا تفهم كبير وأشياء كانت يعني أشياء كثيرة يعني من الشيء طرحناه ده. هذا وتواصل حكومة ولاية البحر الأحمر جهودها الرامية إلى إحداث نغلة نوعية في الخدمات للمواطنين في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم إلى جانب مشروعات البنية التحتية. محمد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية البحر الأحمر. أطلع والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بالولاية على موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة على إعلان حالة الطوارئ بالولاية والتعامل مع الوجود الأجنبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين. وشدد الاجتماع على تنفيذ قرارات وموجهات اللجنة. من جهة أخرى، استمع الاجتماع إلى تقارير حول توفر أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة. ووجه الاجتماع مفوضية العون الإنساني بمتابعة تنفيذ نتائج زيارة وفد المفوضية السامية للاجئين ومعتمدية اللاجئين. قام الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم بزيارة لوزارة الصحة بالولاية، واستمع لتقارير من المدير العام لوزارة الصحة دكتور محمود القائم ورئيس اللجنة الطوارئ الصحية دكتور محمد إبراهيم عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة في جانب الطب العلاجي والوقائي والموقف الدوائي. كما تفقد الأمين العام عددا من مواقع الوزارة شملت مركز عبودة ومخازن الدواء وسلسلة حفظ اللقاحات، مشيدا بأداء الوزارة خلال فترة الحرب واستعادتها للخدمات الصحية رغم احتلال الميليشيا المتمردة للمستشفيات الرئيسية في القطاعين العام والخاص. عقد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماعا مع مديري فروع البنوك الخرطوم، النيل، أم درمان الوطني، الزراع السوداني التي استأنفت نشاطها مؤخرا بالخرطوم. وتطرق الاجتماع إلى قيام البنوك بخدماتها كاملة تجاه المواطنين. خاطب رئيس لجنة التدريب والمعسكرات بلجنة التعبئة والاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية محلية مبدأ
ممثل المدير التنفيذي للمحلية الدكتور أحمد منصور الهادي مستنفرين معسكر ثويبة قطاع كرري غرب، وأشاد باستعداد المقاومة الشعبية والمستنفرين للزود عن مكتسبات البلاد ودحر الميليشيا الإرهابية. من جانبه أشاد عضو لجنة التدريب والمعسكرات ورئيس اللجنة المالية باللجنة العليا بالمحلية الباشمهندس إبراهيم كادوغلي بالمستنفرين الوافدين من أمبدة لكرري ودورهم البطولي في الدفاع عن البلاد والزود عن حياض الوطن. الحمد لله يعني أتينا ممثلين للأخ الأستاذ أبو القاسم آدم الطاهر رئيس اللجنة العليا للتعب والاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية محلية أمبدة، وبصفتنا رئيس لجنة التدريب والمعسكرات بهذه اللجنة زيارة لمعسكر ثويبة بقطاع الغربي محلية كرري. وطبعا المستنفرات والمستنفرين لمحلية أمبدة قد تدربوا واخذوا الجرعات العسكرية لمعسكرات كرري، ونحن بصفت هذه الزيارة لتفقد المستنفرين والمستنفرات، فوجدنا الهمة عالية والتدريب ما شاء الله ممتاز، وندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن نكون في هذه المقاومة الشعبية خلف الجيش ونطبق الشعار المعروف جيش واحد شعب واحد. أهلا بكم. جدد المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي دكتور فاروق عبد الدائم التزام الصندوق بتوفير الخدمات بمحليات ولاية وسط دارفور. جاء ذلك خلال لقائه ببور سودان حسن بخيت يوسف الأمين العام لحكومة ولاية وسط دارفور المكلف بمهام الوالي، الذي طالب بوضع خطة لمجابهة تحديات الحرب، داعيا إلى استمرار الخدمات في المحليات الآمنة وتجديد البطاقات للوافدين من وسط دارفور المقيمين في ولاية النيل الأبيض. فيما عرب دكتور فاروق نور الدائم عن إحكام التنسيق مع المنظمات لإنجاح عمليات العون الإنساني وتوحيد الرؤية ما بين وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات وحكومة الولاية والمجتمع لاستعادة الخدمات بالولاية. سيدنا يا ما سعد أن يشرفنا السيد والي ولاية وسط دارفور المكلف لمناقشة تقديم خدمات التأمين الصحي بالولاية حسب توجيهات السيد نائب الرئيس والسيد وزير التنمية الاجتماعية، بتوفير خدمات التأمين الصحي في الولايات المتأثرة بالحرب. ويعني سمن الدور الكبير للتأمين الصحي اللي بيقوم به الآن في ولاية وسط دارفور. ما مشترك خاص ومتعلق بخدمات التأمين الصحي، تقديم الخدمات الصحية للإخوة العاملين في ولاية وسط دارفور. وحقيقة يمكن في بعض المحاور نحن تناقشنا فيها، من ضمن المحاور هي كيفية تقديم الخدمة للعاملين في الولاية خاصة في المحليات الآمنة اللي هي محليات جبل مرة الثلاثة، اللي هي غرب جبل مرة ووسط جبل مرة وشمال جبل مرة. النقطة الثانية ناقشنا معهم فيها أنه إلى كيفية الآليات ولتوصيل الدواء في من وإلى الولاية. خلال تدشين البطاقات العلاجية للقادمين من معسكرات اللجوء بدولتي إثيوبيا وجنوب السودان إلى مناطقهم الأصلية، أشاد محافظ باو جعفر جالاكو بالخدمات العلاجية المقدمة للعائدين، وطالب التأمين الصحي بالنيل الأزرق بمضاعفة الجهود خاصة في ظل تدفقات العائدين المتوقعة إلى مناطقهم الأصلية. حظيت مناطق العودة الطوعية بإغليم النيل الأزرق تحديدا بمحافظة باو بمشروعات خدمية من قبل الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع إغليم النيل الأزرق، في خطوة وصفت بأنها داعمة لتوطين العلاج ومحو معاناة آثار الحرب والنزوح على حد تعبيرهم. التأمين الصحي ده مهم شديد، نحن هنا ظروفنا قاع وما عندنا قروش، وحسي التأمين الصحي ده بنعالجه مجاني، ونحن حسي في نسوان هوامن ما لاقين الدواء ودايرين صحيح كلام ده لو في يجيبوا لنا السري. هنا كنا في جنوب السودان معسكرات جندراس، فجينا هنا منذ السنة الفات بموجب الاتفاقية، ووصولنا هنا لم نجد أي بطاقات بتتأمين، فالآن اليوم نحن مبسوطين شديد لأن الناس التأمين الصحي جونا هنا ومنهونا بطاقات، يعني إنه السوق فوق أسعار مرتفعة خالص،
فاليوم أنا مبسوطين ليه؟ لأن البطاقات ده هيوفر لنا العلاج بالأسعار المنخفضة. هذه الخطوة هي خطوة يعني ما بين التأمين الصحي والمفوضية. عندنا أعداد كبيرة جدا وصلت الآن، العائدين وصلوا لغاية الآن اليوم يعني حوالي 120 ألف في مجمل محافظات الإقليم السبعة. لم يتوقف عطاء التأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق في استخراج البطاقات العلاجية فقط، بل يخطط لبرامج أخرى تتعلق بتوفير الخدمات العلاجية بحسب السلطات بالتأمين الصحي. الإقبال كبير، أكثر من 1000 أسرة في اليوم الأول والثاني، والحمد لله التغطية مشت بصورة طيبة. نحن خطتنا طبعا بعد ما نكمل التغطية السكانية إن شاء الله والمواطنين يتملكوا البطاقات، حنزع طوالي جاهدين في وضع الخارطة لتقديم الخدمات الصحية إن شاء الله بمستشفى باو. فيما أبدت محافظة باو عن ارتياحها بما تم تقديمه من خدمات علاجية خاصة في ظل تدفقات العائدين إلى مناطقهم الأصلية. ومتوقعين يمكن في نهاية شهر 5 دي في بوادر بتاع عودة طوية من معسكرات اللجوء في جنوب السودان، اللي هو الناس عايدين لمناطقهم، وده يمكن نحن بنرسل رسالة للمنظمات مبكرا في انه يستعدوا جيتهم برضو، يعني بيلقوا انه اخوانهم هم يعني في تأمين صحي موجود وحاضرة، انهم برضو الناس لما يصلوا ان شاء الله يلقوا البطاقات التأمينية تحفيزا لهم على اساس انهم يلقوا علاج سهل ويلقوا يعني كل الخدمات الصحية في داخل المحافظة. توفير الخدمات العلاجية بمناطق العودة الطوعية يرى مراقبون أنها خطوة ستسهم في استقرار الأوضاع الصحية بتلك المناطق. عصام طه، تلفزيون السودان، من داخل مدينة باو بإقليم النيل الأزرق. أشاد والي ولاية نهر النيل المكلف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بالخدمات المميزة التي يقدمها مستشفى الشرطة بعطبرة. جاء ذلك لدى لقائه بالدامر بقيادات المستشفى، وأكد الوالي توطين العلاج داخل الولاية ودعم مجهودات المستشفى لتتمكن من القيام بدورها تجاه طالبي الخدمات العلاجية. من جانبه حيا مدير شرطة ولاية نهر النيل اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب دعم حكومة الولاية للقطاع الصحي ليطلع بدوره تجاه المواطنين ومصابي وجرحى معركة الكرامة. يعني إن شاء الله دورنا في توسيع أو في توسع هذا الموقع إن شاء الله حيكون دور واضح، واطلعنا بحمد الله وتقديره على التكلفة الكلية الهندسية لتكملة هذا المشروع، وجدناها في حدود 75 مليار و146 ألف. نحن يعني بعد ما الناس وقفت على كل شيء جاهزين كولاية نهر النيل يعني توفير هذا المبلغ للولاية ولخدمة أبناء الولاية. صراحة هذا المستشفى يمكن يستقبل أكثر من 9800 من الجرحى بتاع معركة الكرامة، وتم يعني يمكن أكثر إجراء عمليات كثيرة جدا، أكثر من 4000 أو 5000 عملية بمختلف أنواع العمليات. فجلستنا اليوم يمكن يكون مع سيد الوالي في تطوير هذا القسم حتى يستوعب، لأنه يمكن الوافدين يعني أخواننا وأشقائنا في الولايات الثانية علينا بيجوا كتار. نظم المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة السلام المتحدة، نظم ورشة تدريبية للحكامات حول أهمية بناء السلام ومحاربة خطاب الكراهية. وأشار المدير التنفيذي للمنظمة رفعت أحمد فرح إلى أهمية تعزيز دور المرأة ورفع قدراتها للقيام بدورها في التعايش السلمي، فيما دعا خالد يوسف رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالولاية إلى تطوير رسالة الحكامات في المجتمع للمساهمة في نشر القيم الفاضلة وربط وتمتين العلاقات بين المكونات المجتمعية. حقيقة نحن في منظمة السلام المتحدة بنهتم بدور المرأة وتعزيز قدرات المرأة ورفع كفاءتها، لأنه بنعتبر المرأة ما نصف المجتمع زي ما المثل بقول، لكن بنعتبر المرأة هي المجتمع بأكمله. احنا بمنعنا نعيش مع بعض شنو؟ خطاب الكراهية ده اللي بيفرق بيناتنا. خطاب الكراهية ده عبارة عن فتن وإشاعات بيبعد الناس
نحن بلمنا التظاهر والتزاوج والدم والأخوة والسكن والجيرة، ده كله جدعناه يا أخوان. نحن نتكلم في القيم دي، احنا يمكن خطاب الكراهية كل دول عنده فهم، لكن نقول أن السودان ده فيه أكثر من 760 قبيلة. التوجيه بتاع القبائل والموروث القبلي ده بتقوموا به انتو ديل، الحرب واستمراره ولا ايقافه برضه مقرون عليكم انتو ديل، فانتو يمكن ناصيه في هذا المجتمع. شهد والي ولايه الجزيره المكلف الطاهر ابراهيم الخير برئاسه محليه المناجل مراسم توقيع عقد اتفاق بين محليه المناجل وشركه الاسمد الهندسيه ووزاره البنى التحتيه لتشييد 30 وحده طاقه شمسيه لمحطات المياه بوحده مدينه المناجل الاداريه. واكد والي الجزيره اهتمام الولايه بتوفير الخدمات الضروريه للمواطنين ومضاعفه الجهود لايجاد شراكات مع القطاع الخاص. أكد والي ولاية سنار توفيق محمد علي جاهزية الولاية للتعاون مع الشركة السودانية للموارد المعدنية لزيادة عمليات التعدين ومعالجة كل معوقات العمل للمساهمة في رفض خزينة الدولة بالعملات الصعبة من خلال صادر المعادن. وناقشنا حقيقة موضوع التعدين في ولاية سنار، وبعض الخبراء حقيقة علمنا أن ولاية سنار من الولايات القديمة جدا في مجال التعدين في منطقة جبل موية والجبال الغربية، بالإضافة للذهب توجد مجموعة أخرى من المعادن. وإن شاء الله وعدونا بأنه حيجي تيم كبير جدا جدا لعمل الدراسات الأولية وعمل الخرط اللازمة، من بعد ذلك تفتح يعني عملية الاستثمار في مجال التعدين. أشاد والي ولاية كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق بمجاهدات قوات الشرطة وتضحياتها في معركة الكرامة ودعمها للقوات المسلحة، وتعهد الوالي بتوفير وسائل الدعم الذي يمكن الشرطة من أداء واجبها. مواصلة لزيارات تفقدية للقوات النظامية ووقوفا على جاهزيتها للدفاع عن الوطن والمواطنين، قام والي كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق بزيارة تفقدية لرئاسة شرطة ولاية كسالى، تلقى من خلالها تنويرا عن الأوضاع الأمنية والواجبات التي تقوم بها وحدات وإدارات الشرطة المختلفة. توقفنا على دور الشرطة وواجباتها وما تقوم به في إطار تأمين الولاية وتأمين مجتمع الولاية ومواطن الولاية. حقيقة هؤلاء الرجال يسهرون لكي ينام المواطن ويبذلون جهدا مقدرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم خير الثواب. اللقاء التفاكري والذي عقده والي كسل المكلف الصادق محمد الأزرق مع هيئة قيادة الشرطة بالولاية اطمأن من خلاله على الاستعداد المعنوي والمادي لقوات الشرطة بالولاية تصديا لكافة المهددات الأمنية. نحن إن شاء الله يعني نطمن سان كسل هنا وأخواننا في كسلة، الشرطة عين الساحرة ويد أمين إن شاء الله، ونحن إن شاء الله الخدمات يقدمها أخواننا وفي هنا في المرور وفي الشرطة في التأمين وفي الجوازات وكذا وفي السجل المدني لكلها إن شاء الله نرتقي بالعمل إن شاء الله. نحن حقيقة يعني زي ما أقولوا عملنا إن شاء الله هو الذي يعبر عنا إن شاء الله، ونحن إن شاء الله بس من هنا ننادي أخواننا المساعدة يعني في أمس التأمين والالتزام بالزمن بتاع الغيد بتاع الحظ. إدارة الجوازات والسجل المدني من الإدارات الحيوية بالشرطة وترتبط بحياة المواطنين وتقدم خدماتها للجمهور سيما القادمين من الولايات المتأثرة بالحرب. إدارة السجل المدني بولاية كسلة بتقدم خدمات للمواطنين لمواطني كسلة والولايات المتأثرة بالحرب. بالنسبة للأقسام اللي بنقدمها الأحوال المدنية تختص باستخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفيات وسرد الشهادة السودانية. مواليد هذا العام بالنسبة لمواليد الولاية تستخرج مباشرة إما للولايات المتأثرة بالحرب وفق لتحريات ومستندات محددة. الشيء الجديد إنه الشهادات الأجنبية المواليد خارج السودان سودانتها بتتم هنا. إدارة شرطة المرور من الإدارات الفاعلة والتي تعنى بمصالح المواطنين في حراكهم اليومي بضبط حركة المركبات في الطرق رغم الاكتظاظ السكاني والذي فرضته ظروف الحرب الحالية. نحن طبعا مع الحرب وصلت لكسلة عدد كبير جدا
من الكبار من الولايات المتأثرة بالحرب، لكن الحمد لله نحن كإدارة المرور وضعنا قوتنا في حالة استعداد. بالإضافة إلى ده طبعا في المشريات اللي هو عندنا مصنع بتاع لوحات حيكون إن شاء الله في كسلة، وده طبعا إضافة كبيرة جدا لولاية كسلة، والمصنع ده حيغطي كل الولايات، كل الولايات الشرقية بالإضافة للولايات المتأثرة بالحرب كلها حيغطيها إن شاء الله. الزيارة التفقدية التي قام بها والي كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق لرئاسة شرطة الولاية تبرهن وتؤكد على الدور المحوري والاستراتيجي للشرطة في حفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. عمر خاطر، تلفزيون السودان، رئاسة شرطة ولاية كسلة، ولاية كسلة. أهلا بكم. تعهد والي ولاية غرب كردفان بالإناب آدم كرشوم نور الدين بمتابعة مشروعات المسؤولية المجتمعية المنفذة عبر شركات البترول. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنسيق المدراء العامين للوزارات الذي عقد بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية برئاسة الأمين العام للحكومة صبري يوسف جبارة. وأكد كرشوم بأداء الوزارات خلال الفترة الماضية، ووجه بضرورة أحكام التنسيق بين الأجهزة المختصة لتحقيق تطلعات المواطن. من جانبه أكد الأمين العام لحكومة غرب كردفان رئيس مجلس تنسيق المدراء العامين للوزارات بالولاية صبري يوسف عزم الحكومة بتحسين خدمات المياه وتوفير مدخلات الموسم الزراعي. أهم التحديات اللي هو إيصال المدخلات الزراعية سواء كان للزراعة أو للثروة الحيوانية في الوقت المناسب والأمثل. أما التحدي الأمني مغضور عليه، يعني في بعض المحليات ممكن الناس تقدر توصل المدخلات الزراعية. استمعنا كذلك على تقرير وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، وقدم المدير العام تقرير مفصل وبالأخص الاستعداد على الموسم الزراعي. بهذا التقرير الولاية الآن جاهزة بكوادرها. فيما يخص مصادر المياه اللي اتعملت من قبل شركات البترول واللي اتعملت من قبل مؤسسات التنمية الإفريقية وكده، وهذه المؤسسات هي تعمل خارج نطاق حكومة ولاية غرب كردفان. فإن شاء الله نحن بنزع في الأيام الجاية إنه كل هذه المؤسسات إنها هي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة ولاية غرب كردفان حتى نضمن استمراريتها في الغريب العاجل. في إطار التلاحم الشعبي وإحياء روح التكافل الإنساني، استقبل مستوصف السمر الخيري بمدينة النهود المرضى الوافدين إلى المدينة الذين أجبرتهم الميليشيا الإرهابية على مغادرة مدنهم والتوجه إلى ولاية غرب كردفان. وقدم المركز خدماته العلاجية المجانية لكل الذين قدموا إليه دون مقابل مادي. في بادرة هي الأولى من نوعها، قام مستوصف السمني الطبي الخيري بسوق القرضايع هنا في مدينة النهود باستقبال المرضى من النازحين وطلاب الخلاوة والمهجرين لظروف الحرب التي تشنها ميليشيا آل دغلو على السودان وشعبه، حيث يقدم هذا المركز خدماته العلاجية للوافدين دون مقابل. وقال الدكتور عبد العزيز محمد حامد السمني مدير المستوصف إن هذه المبادرة الطبية العلاجية جاءت لمساعدة مهجري الحرب لظروفهم الاستثنائية. نحن لدينا مبادرة لمنكوبي الحرب، ونحن قاعدين نقدم لهم خدمة طبية أو خدمة علاجية بما فيها دخول الطبيب وفحوصات معملية وإغام غصيرة وأكسجين مجانا. الشرتاية محمد عمر النيل أبو دقل دعا إلى ضرورة إعادة خدمات التأمين الصحي التي سحبت من المركز. هذا المستوصف يقدم خدمات جليلة جدا جدا للناس. هذا المركز كان توجد فيه خدمة تأمين، سحبت خدمة التأمين، لماذا لا ندري حتى الآن. نتمنى أنه يعيدوا لنا التأمين للمركز ده عشان بيقدم خدمة للناس. كاميرا تلفزيون السودان تجولت في فناء المركز وأجرت استطلاعات واسعة مع أصحاب المصلحة من النازحين وطلاب الخلاوة، وخرجت بالحصيلة التالية. المركز الوحيد اللي احنا لقيناه بيقدم لنا خدمات علاجية، أنا في تقديري في ظروفنا الراهنة ونحن مشردين أو جابتنا ظروف الحرب، هو المركز بتاع عبد العزيز السمني أو دكتور السمني. جينا لمدينة النهود وقابلنا
اخونا عبد العزيز السمني، وتمت الفحوصات دي مجانا. نسبه اللجوء من الخرطوم بسبب الحرب الطاحنه. وبشكر مستوصف السمني للمساعدات الطبيه التي قدمها لنا ولجميع النازحين القادمين من جميع الولايات الاخرى. قعدنا نتعالج مع عبد العزيز، دكتور عبد العزيز، مجانا ما شاء الله، يعني ساعدنا واي حاجه وطوالي قاعدين نجي طوالي للمستشفى حقك. ومما يجري ذكره ان مدينه النهود تعيش هذه الايام في سلسله من المبادرات في كافه المجالات الخدميه، في الطرق، في المياه، في التعليم والصحه، بعد ان حظيت هذه المدينه بقدر وافر من نعمه الامن والاستقرار بفضل جهود القوات المسلحة ولجنة أمن المحلية وتفهم المواطن لأهمية الأمن والسلم المجتمعي. الحاج أبو عقلة لتلفزيون السودان، النهود. شرعت الوحدة الإدارية بولاية نيل الأبيض في توزيع الذرة للأسر الفقيرة والوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب، وذلك ضمن جهود الحكومة الاتحادية لتخفيف أعباء المعيشة. وأكد أمين عام حكومة الولاية أحمد محمود الجعلي أن المشروع يستهدف توزيع 25,000 جوال ذرة. من جانبه قال مدير وحدة كوست الإدارية شمال إن عمليات التوزيع تمت عبر لجان الزكاة القاعدية بأحياء قرى محلية كوستي. في إطار خطة ولاية النيل الأبيض للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والمواطنين الوافدين للولاية بسبب ظروف الحرب المعلومة للجميع، شرعت ولاية النيل الأبيض بتوجيهات ورعاية كريمة من السيد والي ولاية النيل الأبيض في توزيع عدد 25,000 جوال ذرة كدعم اتحادي من وزارة المالية الاتحادية لمواطني ولاية النيل الأبيض. التوزيع بيتم كالآتي: بنطالب بكشف بتاع فقراء مساكين من الحي. الكشف ده بيصلنا هنا، نحن بنقوم نشوف أعلى بنطلب من 20 شوال ل 15 شوال حسب الحاجة متفاوتة. جددت حركة العدل والمساواة بولاية جنوب كردفان موقفها الداعم لخطوات تنفيذ اتفاق جبل السلام مسار المنطقتين، مشددة على ضرورة العمل المشترك بين شركاء العملية السلمية وكل القوى السياسية والمجتمعية. وأشار الأمين السياسي للحركة بولاية جنوب كردفان متولي محمد الدومة إلى أن تشكيل حكومة الولاية وفق الاتفاق يمثل خطوة في اتجاه استكمال بقية محاور الاتفاقية وإنزالها على أرض الواقع، داعيا الوزراء والمسؤولين بالحكومة للعمل الجاد لمواجهة التحديات في محاور الأمن والسلم الاجتماعي وقضايا الخدمات والمشروعات التنموية واستكمال مسيرة السلام وإيقاف الحرب بالولاية. لا بدأت تتعافى لأنه نتيجة هذه الحكومة هي عبارة عن خطوة أولى لاتفاق سلام جوبا، والذي نعتبر أنه دي بداية، والاتفاق زي ما نحن في حديثنا مع الأخ الوالي أو تكوين الحكومة ما هي الاتفاقية، وإنما دي بداية لاتفاق أو تطبيق اتفاق سلام جوبا مسار المنطقتين. فنتمنى إنه يعني الإخوة الوزراء اللي تم اختيارهم يكونوا قدر المسؤولية، وعندنا لهم وصية إنه يتحلوا بالصبر والجلد ويكونوا يعني عزيمة قوية في إنهم هم يرفعوا هذه المعاناة عن كاهل جنوب كردفان. أدى والي ولاية الشمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودع الله وأعضاء لجنة أمن الولاية أدى واجب العزاء في شهداء مناطق الشرق خور طقط مدينة الأبيض جراء انتهاكات الميليشيا المتمردة، مؤكدا أن الاعتداء الذي تمارسه ميليشيا الدجل الإرهابية على المواطنين العزل لن يزيد الشعب السوداني إلا تماسكا وقوة لمجابهة العدو. بمشاركة أعضاء لجنة أمن الولاية أدى الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وضع الله والي شمال كردفان أدوا بمنطقة خور طقة الجلابة واجب العزاء في شهداء منطقة فوري والمناطق المجاورة جراء الاعتداء الغاشم من قبل ميليشيا آل دجل الإرهابية، مما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وثلاثة جرحى وأربعة مفقودين. 12 شهيد دفنوا في مقابر خور طقط، وأربعة وثلاثة جرحى وأربعة مفقودين. نحن والله يا سيد الوالي شاكرين لجهدكم هذه
ونحن نعمل فيكم الكثير. حصل ده ما عجبنا، لكن نتمنى من الوالي مدنا بأسلحة عشان نحمي بقى نفسنا ونحمي بقى الغور المجاورة لنا، وإن شاء الله يلقانا على حد كلمتنا، إن شاء الله على حد كلمتنا. لو الرجال السلاح بسلاح ما بلقونا والله، يعني أنا ما لقوا في يدنا شيء، وأصلا قدرونا قدر، ما لقونا جاهزين وما عندنا سلاح. مدير جهاز المخابرات العامة العميد العوض محمد العوض قال إن الميليشيا المتمردة لم تأتي بجديد باستهدافها بقتل المواطن ونهب ممتلكاته، مؤكدا قدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على دحر هذه الميليشيا. 12 شهيد قتلوا بدم بارد، عزل مواطنين لا يحملون السلاح ولا حتى العصا، ولا هم طرف في هذا الصراع، ولكن لم يأتي العدو بجديد يا اخوان. اي محل ضربناهم فيها ردوا على المواطن، في الوبيط هنا يردوا على المواطن، يضربوا المواطن، لانهم هم حراميه وجبناء ولا يتصفوا باي صفه من صفات شعب السودان عامه ولا من اهل كردفان خاصه. والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ترحم على الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للمصابين، مشيرا الى ان الميليشيا ظلت تستهدف المواطنين العزل باستهدافها الواضح على مناطق الولايه. افضل ان يموت الانسان شهيد. هؤلاء ال12 لم يكونوا شهداء، كانوا ماتوا الموت زي ما بيقولوا هنم وطلع، لكن نحسب ان هذه الميتة خيرا لهم وخيرا لنا في السودان، لان دماءهم الطاهرة هذه تؤمن السودان، تزيد من وحدة السودان، تزيد من سلامة الشعب السوداني، تزيد من تماسكنا ضد هذه الميليشيا. كما كردفان دي معروفة من زمن شيكان. استهداف منطقة فوري والقرى المجاورة بإدارية خورطقة شرق مدينة الأبيض من قبل ميليشيا الدعم السريع يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا في قرى ومناطق وأرياف الولاية. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان، منطقة فوري، إدارية خورطقة. أكد والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير اهتماع حكومته باستراتيجية وزارة الصحة في العمل الوقائي للمجتمع بهدف رفع معدلات التغطية باللقاحات لتحقيق مستهدفات الجانب الصحي من خلال خطة العام 2024 وتقديم الرعاية الصحية الشاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع. جاء ذلك خلال لقائه بمدير إدارة التحصين عبد المطلب محمد نور، مسؤول التبريد بحضور الهادي علي البوب، مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والوزير المكلف وعبد المطلب محمد نور. وقدم الوالي شرحا تفصيليا لمخرجات الاجتماع التقييمي والتخطيطي الذي عقد بولاية كسلة حول وضع خطة طوارئ للعام 2024 وضرورة تأمين اللقاحات للمناطق المتأثرة بالحرب عبر الولايات المجاورة. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت موضوعات أحداث اليوم لهذه الليلة، نختتمها معكم بأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالية يتفقد الأحوال الأمنية بدونغولا ويجتمع بمجلس الوزراء. وزير الصحة يدشن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وزير الداخلية يدشن الربط الشبكي بين قوات الجمارك والإدارة العامة للمرور. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.